Em uma nova mensagem transmitida pela TV Síria, Muammar Gaddafi disse que o povo líbio não reconhece a autoridade do CNT. وأعلنت العالم أن الشعب الليبي المتكون من هذه القبائل لا يمثله أحد ردا على ادعاء دول الناتو وعملائها أن مجلسا انتقاليا في بنغازي يمثل الشعب فردت قبائل الليبي كلها عبر ملتقاها العام لألفي قبيلة بأن الشعب الليبي موجود ولا يمثله أحد إذن لا شرعية إلا لسلطة الشعب لا شرعية إلا للمؤتمرات الشعبية الأساسية